عصير الليمون، الكمون، الثوم المفروم، الكزبرة الخضراء المفرومة، وبعدين رشة ملح خفيفة جدا ورشة فلفل اسود. مين معانا على التليفون؟ يا مريم. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. استاذة أميرة، عاملة ايه؟ انا اول مرة اتكلم حضرتك. اهلا وسهلا. اول مرة اتكلم عن المطعم، بس لازم اشكر حضرتك على الاكلات الجميلة. شرفتيني، ربنا يخليك يا رب. افضل شيف بجد انا ممكن اشوفه. كتر خيرك. انا بس كنت عايزة اسأل على حاجة. اتفضلي. البيتزا لما بعملها بتنشف مني قوي، يعني او يعني بتبقى عامله زي الكيك. الايه معلش؟ البيتزا. البيتزا. حاضر، هقول لك. عينيا. عايزه بس اعرف السبب. حاضر. شكرا لكل اكلاتك. نورتيني يا حبيبتي، ربنا يخليكي. نورتيني يا مريم. الكيكه بتنشف. البيتزا بتبقى زي الكيك. طيب، اخذنا كل التتبيله من بره وحشينا من جوه بعد ما نضفنا السمك كويس جدا جدا جدا، وبعدين نزلنا السمكه في الدقيق تعفيره، نشيل كل الزياده وننزل على زيت غزير. هنحل المشكله دي ان شاء الله. السمك، انا شخصيا بحب السمك البلطي جدا. في ناس بتحس ان هو يعني عايزين سمك اغلى من كده شويه، فبراحتكم خالص. نقدم بقى، هديله بس منديل.